أنا الشيف أبو ضياء الدسوقي من مدينة أرمناز، مقيم بتركيا من 8 سنوات، بشتغل بمجال الطبخ والحلويات، وعندي على السوشيال ميديا منصة الفيسبوك بشتغل عليها واليوتيوب، يعني عندي منصتين. وصار الزلزال أنا كنت بتركيا، فحاولت قدر الإمكان قدم الدعم لأخوتي السوريين والأتراك اللي تعرضوا للزلزال. فبداية الزلزال كنا عم نخدم بتركيا الصراحة، حاولنا نوجه الضوء على الجمعيات اللي عم تستهدف المتضررين إن كانت تركية أو سورية. وبعد المنة تقريبا تاريخ 9 الشهر أو 10 الشهر حسنا ندخل على سوريا بإذن. طبعا أنا فتت من معبر باب السلامة على المناطق المحررة بشكل كامل، والحمد لله رب العالمين. يعني كانت حملتنا هي عبارة عن دعم نفسي ومادي وكل شيء حسنت أدعم فيه على الأراضي السورية. أول شيء اشتغلنا بعزاز جنديرس، نحن ومارين عترمانين، طبعا عترمانين وعزاز هذول لسه ما طبخت فيهم، بس كان عبارة عن اطلاع الوضع، وفي معي الشباب اشتغلوا في هذيك المناطق، فأنا خلصت شغلي معهم ونزلت على أرمناز. بأرمناز أكلنا الزلزال مع بعضنا، في زلزال صار تاني فأنا كنت موجود. لفت نظري كتير أنه الناس كلها خوفانة وعندها هالة هلع مو طبيعية، وأنا بطبعي كشيف فقلت لازم أخفف عنهم قدر الإمكان، فعملت فكرة المطبخ الميداني طبقناها بثلاث ساعات. طبعا أخوتي موجودين هون، عندي أخين وفي أصدقاء، في عندي صديقي أبو عبده اللي عارض الطناجر، وفي عندي كمان شخص عنده مطعم هون بأرمناز اسمه البيت الملكي، كمان عارني طنجرة وغاز وهالأمور هي كلها، وباشرنا بالعمل بالمطبخ الميداني. طبعا أول يوم كانت بما عرفنا الوضع والجو لحقنا تقريبا بحدود 100 وجبة فقط. ثاني يوم زودنا العدد، سوينا أكثر من 150، ثالث يوم ختمنا بال200، واليوم الرابع هو الأخير. أنتوا جيتنا لعندكم، جيتكم لعندي، أهلا وسهلا فيكم. كان هو اليوم الرابع أن نستهدف أكثر من 200 وجبة. طبعا مبارح كنت في دارة عزة كمان، وجهت عملت مبادرة مني شخصية. طبعا هذا الحكي كله هو عبارة عن مالي الشخصي، بدون أي دعم خارج، بدون أي مساعدة من أي أحد. يعني فيك تقول مبادرة شخصية بامتياز من الشيف أبو ضياء الدسوقي لأهل المتضررين بالشمال السوري بشكل عام. قعدت لا بحدود الأربعة أيام بأرمناز، وما عندي ضل وقت أكثر من هيك لحتى أخدم، وإن شاء الله بالأيام الجاي إذا حسنت أخذ إذن تاني، يعني مثل إذن والي، تعرفوا أنت شلون تكون الأمور، بإذن الله رح أرجع أنزل وأعمل مبادرة أكبر من هاي ومنظمة أكثر من هيك. يعني بدي حاول أعمل كادر كامل لحتى حاول استهدف 500 طبخة في اليوم أو 500 عائلة في اليوم. هلأ دافع بشكل مثل ما بيقولوا الأساسي هو إنساني، يعني نحن بالنتيجة سوريين، وهي المصيبة صارت في تركيا وسوريا. فإذا أنت اليوم ما انتصرت لإنسانيتك وما وقفت مع أهل بلدك، إيه ما انتصر لإنسانيتك؟ يعني بدك دافع أقوى من هيك؟ ناس تحت الرديم، في ناس الله يجزيه الخير بمعدات، في ناس بجهد شخصي، في ناس يعني هلا وقت المساعدة. إذا بدك تبدأ صفحة جديدة، هذا نداء للكل، إذا بدك فعلا تبدأ صفحة جديدة وتنتصر لإنسانيتك، هذا الوقت المناسب. السلام عليكم. تفضلي بابا. الله يرزقك. الله يشمل بخاطرك. تفضلي يا ايام. الله يرزقك يا رب. اعطيني حصص لعندي.